اسمع منين؟ من القاهرة للاسكندرية اللي بنحبها وبنعشقها كلنا، علشان اسمع رأي النقاد واصدقائنا الاعزاء فيها. طبعا رواية جميلة جدا ومشوقة، واكيد هتحظى بقراءات عميقة وجميلة جدا، وبتمنى انها تبقى ليلة سعيدة، والف الف مبروك لعبير ويا رب دوام الجميع. على الرغم ده يمثل مين في في حواليه اكثر من سيده في طبعا امسيه جميله ان شاء الله موفقه، وان شاء الله عقبال اصدارات جديده جميله زيها. سعداء بان احنا هذه الليله في صحبه دكتور عبي وفي صحبه الغربان روائيين يعني من المعروفين ولهم دور ولهم ابداع يستحق القراءه. ونحن نحييها ونبارك لها بروايه جديده وروايه روح، ونتمنى لها التوفيق وننتظر ابداعات اخرى ان شاء الله. نرحب بالدكتور عبير العطار في اسكندريه وقصر صحافه الانكوشي بندوه الاثنين، وبنقول لها الف الف مبروك على الروايه الجديده بتاعتها روايه روح. ويعني انا من اصدقاء الدكتور عبير وشايف جهودها الجميله والملموسه في حقل الادب والثقافه، واحنا سعداء يمكن هي بتشرفها في اسكندريه لاول مره النهارده، فبنرحب بيها وان شاء الله تكون الندوه جميله ومثمره وندوه جيده باذن الله. طبعا الفضل ايمن الطبلاوي، طبعا الدكتور عبير العطار شاعرة وكاتبة رواية كانت مفاجأة، يعني أنا أعرفها شاعرة جيدة يعني، طبعا فوجئت إنها روائية قديرة يعني، كتبتها من حوالي سنة، رواية اسمها البانسي وكتبت عنها دراسة ونشرتها، والنهارده بنقرا لها رواية رواية روح. رواية روح أثبتت فيها تطور كمان حتى عند رواية بونسيه، يعني فيها تطور في تقنيات السرد والفنيات والحبكة والأمور دي يعني، فهي رواية بصراحة رائعة. العطار على المستوى الشخصي إنسانة يعني خلوقة، على المستوى الشخصي، على المستوى الأدبي إنسانة متعاونة، إنسانة جميلة، إنسانة يعني بصراحة يعني نادرة في الوسط الأدبي، وهي شاعرة وساردة من الدرجة الأولى. شكرا صراحة. كنت بس اتكلم تاني بقى. كلمة الأستاذ عبير. الأستاذ عبير طبعا دي مبدعة كبيرة جدا، وإنتاجها متنوع، إنتاجها متنوع ما بين الشعر والقصة القصيرة والرواية، وفي كل مجال من هذه المجالات هي موفقة الحقيقة، لأن أنا ذهبت للقاهرة في أتليه القاهرة وناقشت لها رواية سابقة اسمها الأنسية، ودي تاني رواية إحنا بنناقشها لها، وقرينا شعرها وقرينا قصص قصيرة، قصص قصيرة جدا. ده علاوه على نشاطها في اتحاد الكتاب وفي تجمعات كثيره وعضويات كثيره عديده. حضرتك تديها كم من 10؟ من الادباء الكبار. حضرتك تديها كم من 10؟ 10 من 10. الكاتبه والاديبه الاستاذه عبير العطار مبنيه على هذا العمل الروائي الراقي وغير التقليدي، وهو بعنوان روايه روح، واتمنى ان احنا نستمتع به ونستمتع بالمنصه الكريمه. بشكر حضرتك. شكرا. عاوز كلمة الأستاذ عبير. أستاذ عبير علي صوتك شوية. الأول أنا أمينة الزهري كاتبة وعضو اتحاد الكتاب وباحثة في المعهد العالي للنقد الفني.
طبعا الاستاذه عبير اديبه وشاعره كبيره، وطبعا انا جاي ارحب بيها اولا في اسكندريه بلدها الثاني. هي دايما كتابتها متميزه وبتتميز بالشعريه بطبيعتها، هي طبعا كشاعره تستخدم الاسلوب كمان في الروايه. دايما بتقدم لنا ابداعات متميزه من حيث اللغه، وده حاجه مهمه جدا في الادب. كل ما كانت اللغه راقيه الادب متميز اكتر. بس وبتمنى لها كل التوفيق. شكرا لحضرتك. دايما اسكندريه بتفتح قلبها للمبدعين الحقيقيين اللي بيتماسوا مع الواقع وبيضيفوا للواقع وبيتميزوا باسلوب راقي وبمعايير كتابه العمل. يعني فدكتور عبير طبعا العطار من الشخصيات اللي بتحمل فكر مستنير وفكره تقدم. شكرا وبرحب بحضرتك طبعا. شكرا لذوق حضرتك. شكرا. انا هقولها بعدين. وانا موافق. من الاول الاستاذ عبير دي ثروه من الادب في الروايه والقصه والشعر، ومتمكنه واللغه وبتعمل تفاصيل حلوه واخراج حلو للروايات والشعر بتاعها. واحنا مبسوطين النهارده ان احنا بنحضر الندوه بتاعه اصدار كتابها روايه روح. شكرا.